تصاعد إجراءات الاحتلال اليومية القمعية بحق الفلسطينيين وعربدة عصابة المستوطنين عبر تصاعد سلسلة عمليات الهدم الممنهجة بالنسبة لمنازل المواطنين الفلسطينيين، وامتدت سياسات الاحتلال لتقديم اخطارات بالهدم لصالح منازل المواطنين وقرارات بوقف البناء في ظل تزايد هجمات المستوطنين والمشاريع الاستيطانية، ناهيك عن تسارع وتصاعد مشاريع البناء لصالح التجمعات الاستيطانية. فيوم أمس على سبيل المثال كان الاحتلال الإسرائيلي نفذ قرابة 21 عملية هدم في الضفة الغربية وفي العاصمة المقدسة، إلى جانب هدم آخر نفذ في أراضينا المحتلة عام 48. 4 منازل هدمت شرق مدينة أريحة وفي قرية بيتلو غربي رام الله. أما في العاصمة المقدسة التي لها نصيب الأسد دائما من سياسات الهدم والتهجير لصالح الفلسطينيين، فقد هدمت قوات الاحتلال منزلا تابعا لعائلة أبو صبيح في بلدة سلوان، ناهيك عن هدم آخر كان نفذ بحق 11 منزلا سكنيا ومنشآت أخرى في مدينة الخليل. وفي الداخل المحتل كان هناك هدم آخر وثق في مدينة كفر قرع، في نفذت جرافات الاحتلال وآليته لأحد المنازل قيد الإنشاء. هذه السياسة الإسرائيلية التي تحاول قضم الوجود الفلسطيني جغرافيا ومكانيا وديموغرافيا، سنتحدث به هذا النهار مع ضيفنا سيد أمير داود مدير دائرة التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. سيد أمير صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير لك، صباح الخير لكل المستمعات. نعم، يعني نقرأ فعليا هذا التصاعد في سياسة الهدم في الضفة الغربية وفي العاصمة المقدسة في إطار طبعا محاولة الاحتلال الإسرائيلي تقليص الوجود الفلسطيني وتحقيق الرؤية الإسرائيلية في تغيير جغرافي وديموغرافي لصالح تهجير الفلسطينيين من أماكن وجودهم. تماما، كما تفضلت بخصوص ما تحاول أن تفعل دولة الاحتلال من تكثيف عمليات الهدم وتوزيع إخطارات الهدم، ولكن نحن نعلم أنه في السنوات الماضية صعدت دولة الاحتلال من عملية التضييق على الوجود الفلسطيني. دولة الاحتلال تريد أن تحاصر النمو الطبيعي الفلسطيني من خلال أولا عدم السماح بتسليم تصاريح للبناء، وعدم السماح بمنح مخططات هيكلية للقرى والتجمعات الفلسطينية. هي لا تمنح التجمعات الفلسطينية التصاريح اللازمة للبناء، ولا تمنح مخططات هيكلية من أجل أن تتوسع التجمعات الفلسطينية، ثم تقوم وعندما يقوم المواطنين الفلسطينيين بالبناء تقوم بالهدم بحجة عدم وجود تصريح. هذه سياسة تخطيطية ممنهجة لدى دولة الاحتلال من أجل محاصرة الوجود الفلسطيني ومحاصرة النمو الطبيعي الفلسطيني، ولكن في مقابل ذلك هي تمنح وبلا حدود رخص البناء للمستوطنات وتقوم بتوسعة المستوطنات بلا حدود. في حقيقة الأمر نحن نتحدث عن أكثر من 26 ألف وحدة استيطانية يجري عملية دراستها في كل عام تقريبا، في مقابل العدد اليسير جدا من المباني الفلسطينية التي يجري منح تراخيص من أجل بناء. ولكن نتحدث اليوم عن تصاعد كبير في تسليم إخطارات الهدم وفي تنفيذ عمليات الهدم. ما حدث بالأمس هو يشكل مذبحة في هدم المباني الفلسطينية، أكثر من 20 مبنى جرت عملية هدمها بالأمس القريب، وترافقت عمليات الهدم هذه مع الصلاحيات الجديدة التي تم منحها للإدارة المدنية الاحتلالية وتحديدا لمنصب نائب رئيس الإدارة المدنية. هذا الرجل الجديد وهو بالمناسبة مدني يأخذ تعليماته من وزير المالية سموتريتش، هذا الرجل تم منحه صلاحيات في مسألة البناء الفلسطيني. هو أصلا تم استخدام هذا المنصب من أجل قضيتين: القضية الأولى من أجل بناء المزيد من البؤر الاستيطانية وشرعنتها والحفاظ على ما ينشئ المستوطنون من مباني ومن بؤر استيطانية في أراضي الضفة الغربية، والقضية الثانية من أجل تنفيذ غير محدود لعمليات الهدم ضد الفلسطينيين. دولة الاحتلال تحاول أن تضيق على الوجود الفلسطيني وتحاول أن تبعثر هذا الوجود من أجل العبث التام في الجغرافيا الفلسطينية، مما يمنع تماماً قيام دولة فلسطينية في المستقبل. في مقابل منح صلاحيات كاملة للمستوطنين، صلاحيات على صعيد البناء، صلاحيات على صعيد السيطرة على أراضي الضفة الغربية، وصلاحيات كثيرة غير محدودة لهؤلاء المستوطنين. نعم،
نعم، هذه الصلاحيات سيد أمير التي يعني يحاول الاحتلال جاهدا تطبيقها بصورة متسارعة على الأرض، تتمثل بعمليات هدم، تجريف، ناهيك عن موضوع فعليا وقف البناء ومر وقف البناء، كيف تصاعدت بشكل أكبر منذ 7 أكتوبر في إطار التصريحات التي جاء بها سموتريتش وغيره من تقويض حلم إقامة الدولة الفلسطينية وشرذمة الضفة الغربية عبر ضمها؟ يعني دعينا نتفق في بداية الأمر أن هذا التصاعد هو بدأ في السنوات الثلاثة الماضية، وإذا ألقينا نظرة على أبرز الإحصائيات المرتبطة بالسنوات الثلاثة الماضية وعلى صعيد على سبيل المثال إخطارات الهدم، في العام 21 جرى تسليم 830 إخطار هدم للمباني الفلسطينية، في العام 22 جرى تسليم 1222 إخطار هدم للمباني الفلسطينية، في العام 23 جرى تسليم 1330 إخطار هدم للمباني الفلسطينية. هناك تصاعد كبير في تسليم إخطارات الهدم. إخطارات الهدم لم تنفذ، معظمها لم ينفذ في السنوات الماضية، ولكن كنا نقول بأن هذه الإخطارات تنبئ بكثافة كبيرة في عمليات الهدم في المرحلة القادمة. وما حدث بالأمس وبالتزامن مع التغيير الجوهري في الإدارة المدنية هو ينبئ بتصاعد كبير. اليوم دولة الاحتلال وتحديدا بعيد 7 أكتوبر هي تتصدر بستار العدوان الرهيب الذي تشن على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وتحديدا في قطاع غزة هي تتصدر بستار الحرب من أجل تنفيذ مخططاتها. كل ما لم تستطع دولة الاحتلال أن تفعله قبيل الحرب، قبيل العدوان الرهيب، هي الآن تحاول أن تنفذه بوتيرة سريعة. ما يحدث اليوم هو تنفيذ لمخططات سابقة، لتوجهات سابقة، ولكن بوتيرة سريعة بالنظر إلى ما يحدث اليوم في ميدان الفلسطيني. وبالتالي عندما نتحدث عن مصادرة الأراضي، بعيد 7 أكتوبر جرت مصادرة أكثر من 30,000 دنم من أراضي الفلسطينيين. هناك مصادقات بالجملة على مخططات هيكلية للمستوطنات وعطاءات من أجل البناء الاستيطاني ومخططات من أجل بناء مستوطنات جديدة في أراضي الضفة الغربية والقدس. إذن في كل تصنيفات الاعتداءات والانتهاكات التي تنفذها دولة الاحتلال نحن نتحدث عن تصاعد كبير ووتائر سريعة جدا تهدف من خلالها دولة الاحتلال أن تستغل ما يحدث ميدانيا من أجل طرد وقائع على الأرض. عندما نتحدث عن الوقائع، دولة الاحتلال الآن في خطابها المعلن تقول بأنها تريد أن تحدث وقائع جديدة على الأرض، ولكن ميزة هذه الوقائع أنه لا يمكن العودة عنها. هم سموتريتش في الأسبوع الماضي تحدث عن تغيير جوهري في DNA الضفة الغربية، عن الحمض النووي في الضفة الغربية. وعندما نتحدث عن عمليات السيطرة على الأراضي وعمليات إدارة المياه في الضفة الغربية وإدارة المحميات الطبيعية، راح نتحدث عن إجراءات يتم إقرارها داخل حكومة الاحتلال أو داخل كنيسة الاحتلال، وبالتالي عملية التراجع عنها تصبح معقدة أكثر فأكثر. هذا ما تحاول أن تفعله دولة الاحتلال سواء على صعيد الإجراءات أو على صعيد الوتائر في مسألة المصادرة والهدم وتسليم إخطارات الهدم. نعم، إذا نتحدث عن هذه المخاطر سيد أمير في يعني تحقيق هذه المخططات والسياسة الإسرائيلية والنهج الإسرائيلي، هذا بحاجة إلى مواجهة حقيقية من كل الأوساط الفلسطينية الرسمية والشعبية وطبعا المدنية. كيف من الممكن العمل على تصدي لمهاجمة ومواجهة سياسة هدم المنازل في الضفة الغربية وفي القدس وتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق تهجير حتمي للفلسطينيين؟ يعني أولا الشعب الفلسطيني ومنذ اللحظة الأولى من الاحتلال لم يتوقف عن مقاومة الاحتلال ومقاومة المشروع الاستيطاني الاستعماري. الشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى في تاريخه بعد الاحتلال لم يسلم أمره لمخططات ضم الأراضي ومخططات تهجيره ومخططات القضاء على القضية الفلسطينية، وبالتالي سيواصل الشعب الفلسطيني سواء في شقه الشعبي أو في شقه الرسمي جهود الرامية لمحاربة الاستيطان الاستعماري وتفكيكه. هذا ما يحاول أن يفعله الشعب الفلسطيني. ولكن اليوم المؤسسات الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الشعبية والمدنية وحتى المنظمات الدولية التي تعمل في الأرض الفلسطينية عليها اليوم أن تكثف مما كانت تعمل في السابق. اليوم نحن نتحدث عن 3 عناوين رئيسية يجري العمل عليها منذ اللحظة الأولى من الاحتلال وليس من اليوم. العنوان الأول هو في دعم صمود وثبات المواطن الفلسطيني على أرضه. دائما ما نقول بأنه الكفيل
بكسر شوكة إجراءات الاحتلال وبإفشال مخططات الاحتلال هو في ثبات المواطن على أرضه، وبالتالي الاستثمار الحقيقي للجهود الرسمية يجب أن تكون في دعم صمود هذا المواطن بعدم السماح برحيله من مكانه. هذا هو التوجه الاستراتيجي الأول. التوجه الثاني هو المتابعة القانونية. لدينا الكثير من الملفات القانونية التي تجري عملية بناءها هذه الأيام، ويتم مواصلة بناء الكثير من القضايا القانونية، سواء من أجل حماية الأرض الفلسطينية من المصادرة والعبث، أو بحماية المباني الفلسطينية أمام خطر الهدم. المستوى الثالث هو في موضوع الشق الإعلامي وتوثيق انتهاكات الاحتلال التي تهدف إلى كشف الوجه الحقيقي والقبيح للاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية. اليوم هناك مزاج دولي بدأ بالتغير وبدأ يأخذ طابعا جديدا. علينا الاستثمار بشكل أكبر في هذا المزاج الدولي الذي يجري في العالم، وهو مزاج بات ملموسا وبات واضحا في كل العالم. علينا أن نستثمر بشكل أكبر في هذا الحراك. علينا أن نضخ كل مسببات استدامة هذا الحراك في العالم من أجل أن يصب في المصلحة الوطنية العليا. نحن نتحدث عن احتلال إجرامي مدعوم من قوى إمبريالية واستعمارية في العالم. صحيح هذه المعركة شائكة، وأصلا أصل المعركة أصل المشكلة التي تحدث في الأرض الفلسطينية هو في تخاذل دول العالم وتعاملها بازدواجية معايير معيبة تجاه ما يجري في الأرض الفلسطينية. هناك الكثير من المستويات التي يجب ومن المهم الاستمرار وتكثيف الجهود فيما نفعله على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي من أجل كبح جماح ما تفعله دولة الاحتلال من جرائم على الأرض الفلسطينية. نعم، اليوم لما نتحدث سيد أمير عن هذا الصمت الدولي الذي للأسف ما زال متواصلا مع يعني 265 يوما من حرب إبادة على قطاع غزة، ناهيك عن الحرب الأخرى التي تقاد وتستعر في الضفة الغربية وفي العاصمة المقدسة اتجاه الفلسطينيين، اليوم هذا التركيز على تطبيق هذه المشاريع الاستيطانية وفي رؤية المنظور الإسرائيلي الرامية إلى تهجير الفلسطينيين رغم كل ما أشرت له من صمود وثبات، كيف تقيد مساحة الأرض الفلسطينية لصالح المخططات الاستيطانية ونحن نتحدث عن التهام كبير من مساحة الأرض الفلسطينية منذ سنوات وتصاعدت ما بعد 7 أكتوبر؟ يعني اليوم واقع أراضي الضفة الغربية والقدس هو واقع معقد وإشكالي نظرا لما تفعل دولة الاحتلال من إجراءات على الأرض الفلسطينية. اليوم 42% من مجمل مساحة الضفة الغربية جرت عملية وضع اليد عليها من خلال الكثير من الإجراءات الاحتلالية الاستعمارية. نحن نتحدث عن رقم كبير جدا، 68% إلى 69% من مجمل مساحة المناطق المصنفة جيم أيضا جرت عملية وضع اليد عليها بمصادرتها وفق مسميات كثيرة. نحن نتحدث عن واقع إشكالي ومعقد فرضته دولة الاحتلال. دولة الاحتلال تخالف القانون، هي لا تخالف القانون الدولي وحسب، هي تلقي بكل القوانين والشرائع الدولية بعرض الحائط. هي لا تلتفت لكل ما ترتكبه من مخالفات جسيمة للقانون الدولي والشرائع الدولية التي جرمت الاستيطان وجرمت القوة القائمة بالاحتلال وما تفعله من حقائق ثابتة على الأرض الفلسطينية. وبالتالي هذه المخالفة الجسيمة هي تواجه بمقاومة فلسطينية. ولكن ما أريد أن أقوله أن 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 هذا الواقع المعقد والشائك في أراضي الضفة الغربية صحيح أنه واقع معقد وشائك، ولكن الشعب الفلسطيني يستند إلى حقه الأصلاني في الأرض. دول العالم صحيح أنها لا تلعب دورا حقيقيا في وقف هذه المجزرة المرتبطة بالأرض الفلسطينية، ولكن نحن نراهن دائما على الحق الأصلاني للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه في يوم من الأيام سواء طال الزمن أم قصر. دولة الاحتلال مرة أخرى تمعن في فرض هذا النوع من الحقائق. هناك اليوم مرة أخرى توجهات جديدة تحكم العالم، وهي توجهات واضحة وملموسة. علينا الاستثمار فيها من أجل وقف ما يحدث على الأرض الفلسطينية. اليوم الواقع يبدو أكثر خطورة من السنوات الماضية نظرا لكل التفاصيل التي تحدث في الأرض وأمام كل العالم. نعم، أشكرك جزيلا السيد أمير داوود مدير دائرة التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وجودك معنا هذا الصباح.